استناني لجلاء خمري، انا لاحظت فيكي بموقع ستار تايمز الالكتروني، بس حابين نسالك شو دورك في مسلسل صبايا ثلاثة؟ مع خالد انا بعمل في صبايا ثلاثة دور سارة اللي هي جارة الصبايا، جارة بكالوريا في السنة الثانية، بطبخها بكل شيء الا بالدراسة. بحب تيم، مخطوبة لشب اسمه تيم وكثير بحبه، ودايما كل الوقت مع بعض، وطبعا في اعتراض من الام عليه من تيم لاسباب. هي جارة كويسة، قرارة شوي يعني ماني حابه كثير احكي تفاصيل، بس يعني هاي العلوم. في عضو الموقع اسمه عاشق دونا دونا ابراهيم، كثير كثير معجب فيكي، بس بدنا توجه له تحيه. دونا دونا عاشق دونا دوني، عاشق دونا دوني ابراهيم، بس توجه له تحيه. ابراهيم كلمه اخيره بتوجهيها لاعضاء موقع ستار تايمز.